اهلا بيك يا سلام. مساء الخير مساء عليكي عميز. ومساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان النهارده حلقه جديده من البيت الكبير خلينا نقول مبروك لمنتخبنا منتخب كره اليد النهارده بيعمل مباراه ولا اروع على مستوى التنظيم الدفاعي الهجومي يمكن والفوز بجداره على منتخب الاتحاد الروسي بفارق خمس اهداف، النهارده كانوا في تحدي صعب بصراحه كانت مباراه صعبه جدا في اول مباريات الدور الرئيسي امام منتخب قوي المنتخب الاتحاد الروسي، لكن الحمد لله خطوه مهمه جدا جدا لمنتخبنا في مشوار البطوله. اكيد هنتكلم على البطوله ونتكلم على مشوار بطوله كره اليد ومنتخبنا النهارده ادى اداء اكثر من رائع ويمكن يعني بعد ال من منتخب السويد يمكن في آخر مباراة في دوري المجموعات أو دور المجموعات النهاردة منتخب مصر بيقول لكل الناس إحنا في حالة التركيز التام في حالة الإصرار التام في حالة القتال على كل كرة إحنا منتخب مؤهل إن شاء الله للوصول للمباراة النهائية